الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا. الله عز وجل حينما تريد من نفسك خيرا يكون الله عز وجل أكرم منك فيغدق عليك بنعمه ويغدق عليك بفوق ما تتمناه. كثير من الناس يقول أتمنى أني مثلا أحافظ على الصلاة، أو ودي أني أكون بار بوالديني. لابد أن يكون هناك إيش؟ مجاهدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ابذل الأسباب، احرص، اجعل من قلبك يعني شيء يحركه أكثر فأكثر، ليرى الله عز وجل الصدق هذا الشيء اللي تتمناه، فيعينك سبحان الله أو يعينك الله عز وجل على إقامة الصلاة وعلى برك الوالدينك. صلى الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه الخير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.